بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 70 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: بالنسبة للنية، هل تكون في جميع العبادات أم في عبادات معينة ومخصصة؟ وما حكم التلفظ بها؟ وما هي العبادات التي نتلفظ بالنية بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النية شرط لصحة العبادة، جميع العبادات، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا تصح أي عبادة إلا مع النية والقصد، ومحلها القلب، ولا يتلفظ بها بلسانه، لأن هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد لا في كتاب ولا في سنة طلب التلفظ بالنية، لأن الله يعلمها من قلبك بدون أن تتلفظ. لا تعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. فيكفي أن تنوي بقلبك، تقصد العبادة التي تريدها من صلاة أو غيرها، وأيضا تخلصها لله عز وجل، تخلص النية لهذه العبادة لله، لا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا قصد لطمع الدنيا، وإنما تكون لوجه الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل يقول فضيلة الشيخ، يقول: هل تسقط فريضة الحج بالنسبة للمرأة إذا لم تجد محرما؟ وإذا حجت المرأة مع مجموعة من النساء، هل هذا صحيح؟ لا يسقط الحج عنها ما دامت تستطيع الحج بمالها، تجد ما يمكنها من الحج، إنه يجب عليها. لكن إذا لم يكن هناك محرم وتعذر وجوده، توكل من يحج عنها وينوب عنها في أداء الحج، ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا، ولا يسقط عنها الحج. فإن حجت بدون محرم فهي آثمة، وحجها صحيح إذا أدت مناسكه على الوجه المطلوب، حجها صحيح، لكن تآثم على عدم المحرم. ولا يكفي جماعة النساء، لا تكفي عن المحرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ولما أراد رجل أن يغزو في سبيل الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، قال له: اذهب فحج مع امرأتك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عابد يقول: توفيت عمتي فقالوا لها: لا تغيري ثيابك ولا تشربي بعض المشروبات كالقهوة والزعفران، وأيضا لا تخرجي إلى السوق، ما صحة هذا؟ مأجورين. هذا لا صحة له من بعض الوجوه. المتوفى عنها يلزمها أولا أن تبقى في البيت الزوجية مهما استطاعت، ولا تخرج إلا للحاجة وفي النهار أيضا. ثانيا، تترك ثياب الزينة، لا تتزين الثياب، ولا تتزين بالحلي، ولا تتطيب بأنواع الطيب، ولا تشرب ما فيه طيب كالقهوة مع الزعفران، إن الزعفران نوع من الطيب، إنما تشرب القهوة بدون أن يكون فيها زعفران أو شيء من الأشياء التي لها رائحة طيبة. نعم. هذا السائل أبو باسم يقول: يا شيخ، من أعمال الخير في شهر رمضان الاعتكاف، فما حقيقة الاعتكاف؟ هل هو خاص بهذا الشهر؟ وإذا أردت نعتكف في الأشهر الذي بعد رمضان، هل يجوز لي ذلك؟ نعم، الاعتكاف ليس له وقت معين، لكنه في رمضان أفضل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يعتكف في غير رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتكف في شوال، لما لم يعتكف في رمضان اعتكف في شوال. الاعتكاف جائز أو مشروع في كل وقت، ولكنه في رمضان أفضل. نعم. أحسن الله إليكم.
هذا السائل عمر يقول بأنه نذر إن وجد وظيفة أن يذبح لأهله جمل، يقول نظرا لقلة المال وقلة ذات اليد لم أوفي، ومضى علي الآن أكثر من 3 سنوات بعد أن وجدت الوظيفة. من نذر مباحا، هذا نذر شيئا مباحا، يذبح لأهله هذا مباح، خير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. يقول من عليه جنابة وعليه لزقة في ظهره هل لابد من خلعها أم يستحم وهي عليه؟ يستحم وهي عليه ويمسحها إذا قدر على مسحها، يمسحها إذا مر بها. نعم. يقول عبارة افعل ولا حرج، ما المقصود بها ومتى قيلت مأجورين؟ افعل ولا حرج هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله في يوم العيد عن التقديم والتأخير المناسك الأربعة التي تؤدى يوم العيد، وهي رمي الجمرة، جمرة العقبة، ذبح الهدي، حلق الرأس، والطواف والسعي. كونه يرتبها على هذا النمط، يرمي أولا ثم ينحر إذا كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه ويقصر، ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسعى بعده، هذا هو الترتيب الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أنه قدم فحلق رأسه قبل الرمي أو طاف قبل الحلق أو قبل الرمي فلا حرج في ذلك، هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، لأنه ما سئل في هذا اليوم كما في نص الحديث، ما سئل في هذا اليوم يعني يوم النحر عن شيء قدمه أو أخره من هذه المناسك إلا قال افعل ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. أخت سالم تقول شيخ ما هي حدود أوقات الصلوات، متى تبدأ ومتى تنتهي؟ بعض النساء تقول عندنا يؤخرن الصلوات كثيرا، فما هي حدود هذه الفروض ومتى تنتهي مأجورين؟ قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا في الآيات، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وبيّنها ووضحها بداية ونهاية. ووقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر، هو الفجر البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة، هذا هو الفجر الصادق الذي يصلي بعد طلوعه ويصوم على عليه، ويستمر وقت صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، كل هذا وقت للفجر، وتقديمها أفضل، ولا سيما إذا كان هناك جماعة يصليها مع الجماعة ولا يؤخرها. ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، من زوال الشمس فوق الرؤوس إلى جهة الغرب، ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، ظل الشيء الشاخص المرتفع مثله، يساوي الظل الشاخص، ثم يدخل وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى الغروب، غروب الشمس، ولكنه ينقسم إلى قسمين، وقت اختيار وهو إلى اصفرار الشمس، ووقت ضرورة وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم يدخل وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، ويستمر الاختيار إلى ثلث الليل، والضرورة إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر، هذه مواقيت الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل محمد يقول ما رأيكم يا شيخ في حفظ المتون في الصغر ودراستها في الكبر؟ حفظ المتون مما يعين على طلب العلم، وهي مفاتيح للعلوم، لكن ما يكفي حفظها بدون أن يقرأها على أحد العلماء يوضحوها له ويبينوها له. نعم. الأخت حورية محمد تقول السلام عليكم، أسأل عن حكم تشغيل الدف بمناسبة النجاح أو التخرج بالنسبة للنساء. الواجب شكر نعمة الله عز وجل، من تجدد له نعمة فإنه يشكر الله عليه ولا يشتغل باللهو واللعب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما حكم مسابقة الإمام وهل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ سابقة الإمام حرام، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر إلى آخر الحديث، جعل أفعال الإمام وأقواله بعد أفعال المأموم وأقواله بعد أفعال الإمام وأقوال الإمام، وهذا معنى الإمامة، فإذا سابقه في الركوع أو السجود، ركع قبله أو سجد قبله ولم يعد ويسجد بعده ويركع بعده، بطلت صلاته.
صلاته. أما إذا عاد فإنه يكون أخطأ، عليه الاستغفار، ولكن يأتي بما سبقه به بعد الإمام ويستغفر الله من مسابقته. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وردتنا رسائل كثيرة وأسئلة كثيرة من بعض الإخوة والأخوات. هذا يسأل يا شيخ، يقول: الآيات القرآنية التي تقرأ على المريض، هل يكتفى بقراءة الفاتحة فقط أم معها سور أخرى؟ نعم، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ثلاث السور: الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإن زاد وقرأ من القرآن ما تيسر فهو حسن. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: بالنسبة للسواك، ما هي أوقاته وكيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وهل للنساء أن تستاك؟ السواك مستحب للرجال وللنساء، وأوقاته حينما يستيقظ من النوم، وحينما يريد أن يتوضأ، وحينما يريد أن يصلي، وحينما يتغير رائحة فمه، فإنه يستاك في هذه الأحوال ليزيل رائحة الفم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أيضا: هل للرجل أن يساعد زوجته في البيت؟ بعض الناس يستعيب هذا العمل ويقول: العمل في البيت للنساء فقط. لا بأس بذلك، بل هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في بيته يشتغل مع أهله ويعين أهله عليه الصلاة والسلام، ليس هذا بعيب، إنما هذا من التواضع والتعاون. نعم، بين أهل البيت. نعم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن حكم الصلاة خلف إمام مسبل لثوبه، هل صلاتنا صحيحة؟ لا تترك صلاة الجماعة، وعليك بمناصحة هذا الإمام. ما أن تترك صلاة الجماعة تقول الإمام مسبل، نعم الإمام مخطئ فاعل لمحرم، ولكن لا تترك صلاة الجماعة، صلي معهم وناصح الإمام إذا رأيت عليه إسبالا. لكن الإسبال ما هو؟ الإسبال ما نزل عن الكعبين، هذا هو الإسبال. أن بعض الناس يعتبر ما نزل عن نصف الساق فهو إسبال، هذا خطأ. نعم. هذا السائل أحمد خالد يقول: ما معنى الإرادة الإلهية عند أهل السنة، وما معنى المشيئة، وما الفرق بينهما؟ الإرادة ثابتة لله عز وجل، صفة من صفاته، وهي على نوعين: إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية هي التي يأمر الله جل وعلا بها في خلق الخلق وتكوين الكائنات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذه لا بد من وقوعها. والإرادة الشرعية هي ما يشرعه الله لعباده من العبادات، من الصلاة والصيام وغير ذلك، فالله أراد منهم أن يفعلوا هذه العبادات إرادة شرعية شرعها له. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. هذه إرادة شرعية، والمشيئة توافق أو ترادف الإرادة الكونية. ليس هناك مشيئة شرعية، وإنما هي مشيئة واحدة، وهي المشيئة الكونية التي ترادف الإرادة الكونية. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: من الله علي بالهداية فحمدت الله على ذلك، وأريد أن أستمر على هذه الهداية بعمل صالح، كيف أعمل حتى أستمر حتى الممات على ذلك؟ اعمل ما شرعه الله لك من الواجبات والمستحبات من الطاعات، اعمل هذا وداوم عليه إلى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يا فضيلة الشيخ أبو إبراهيم يقول: ما حكم تخطي الصفوف يوم الجمعة للوصول إلى الصف الأول، وما الضابط في ذلك، وهل لخطيب الجمعة أن ينهى المتخطين عن الصلاة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الذي يتخطى الرقاب، قال له: اجلس فقد آذيت وآنيت. تخطي الرقاب حرام، إلا إذا رأى فرجة في الصف الأمامي ولم تسد، فإنه يذهب إليها ليسدها، لأنهم هم الذين أخطأوا في تركها، يذهب ويسدها. أما إذا كان تخطى الرقاب بدون سبب وبدون مبرر، هذا حرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا من أسئلتي عن حكم البيع والشراء يوم الجمعة. لا بأس به إلى أن يؤذن الأذان الأخير الذي عند دخول الإمام، فيحرم البيع والشراء، ويجب الاتجاه لسماع الخطبة وصلاة الجمعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إذا صلى وخرج من المسجد إنه يزاول البيع والشراء، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا
لعلكم تفلحون. وكذلك في الصلوات الخمس، إذا أذن المؤذن وجب على المسلم أن يتجه لصلاة الفريضة مع الجماعة ولا يجلس للبيع والشراء. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ الحديث صحيح، وظاهره أن غسل الجمعة فرض واجب، والواجب ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، ولكنه يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة، أو يبينه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة فالغسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بين صلى الله عليه وسلم أن الغسل أفضل من البقاء من الاقتصار على الوضوء، فدل على أن الاغتسال ليوم الجمعة غير واجب. ويكون معنى قوله واجب على كل محتلم أي متأكد، أي مستحب وسنة مؤكدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ أبو عبد الله، كيف تكون السبابة عند التشهد حيث يبالغ بعض الناس في تحريكها حتى انتهائه من الصلاة؟ يرفع سبابته إشارة إلى التوحيد، يرفعها وعند الدعاء وعند التشهد، هذا السنة. وأما التحريك أمره سهل، إن شاء حرك وإن شاء لم يحرك. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل إبراهيم يقول: ما حكم ترك سجدة من الصلاة ولم يذكرها حتى سجد للركعة الثانية؟ إذا ترك سجدة من الركعة الأولى ولم يذكرها حتى دخل في الثانية فإن الأولى تلغو، تقوم الثانية مقامها، يكمل صلاته ثم يسجد للسهو. نعم. يقول فضيلة الشيخ: الحقيقة أرجو أن ترشدوني إلى هذا السؤال، وهو أنني أقرأ في أحب قراءة التفاسير وخصوصا تفسير ابن كثير، وأقرأ أيضا في تفسير البغوي، ما رأيكم أيضا في ذلك؟ هذا شيء طيب، وهذان التفسيران من أوثق التفاسير وأحسنها. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: أنا لم أحج وقد بلغ عمري 41 مع وجود المال، مع أنني كل سنة أقول أسوف وأقول سأحج هذه السنة، هل يجوز لي التأخير للحج في مثل هذا العمر؟ الحج على الفور مع الاستطاعة ولا يجوز تأخيره، يجب المبادرة إليه لأنه ركن من أركان الإسلام، فأنت أخطأت بتأخير الحج والتثاقل عنه، فعليك بالمبادرة، عليك بالمبادرة والتوبة إلى الله عن التأخير. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.